قم بعملية القسمة ومن ثم بسط الناتج واكتبه في صورة عدد مختلط. لدينا 4 تقسيم 2 على 3، فإذا كان المقسوم عليه كسرا فإنك تضرب بمقلوبه، كالتالي 4 ضرب مقلوب 2 على 3 والتي ستصبح 3 على 2. مجرد عملية قلب البسط والمقام، والآن 4 حسنا، لقد رأينا من قبل كيف تتم عملية ضرب الكسور، فنقوم بضرب البسط ومن ثم المقام، ولكن 4 ليست كسرة. عليك التذكر دائما العدد الصحيح يمكن كتابته دائما على صورة كسر. إذن 4 تساوي 4 على 1، وستصبح المسألة مسألة ضرب للكسور. إذن نستطيع البدء بعملية الضرب هنا. 4 ضرب 3 يساوي 12، 2 ضرب 1 يساوي 2. يمكننا أن نقسم الآن. حسنا، دعونا نفعل هذا بعدة طرق. في البسط 4 ضرب 3 يساوي 12، في المقام 1 ضرب 2 يساوي 2. الآن نقسم 12 على 2، ماذا؟ 12 على 2 يساوي 6، أو هناك طريقة أخرى وهي ضرب البسط بنصف أو قسمته على 2 حسنا يساوي 6، و 2 على 2 يساوي 1. إذا لدينا هنا 6. حسنا، لدينا هنا 4 و 2، هنا عددان يقبلان القسمة على 2 في البسط والمقام، لذا نقوم بقسمة كلا البسط والمقام على 2، فالأربعة تصبح هنا 2 و 2 تصبح 1. إذا لدينا 2 ضرب 3 6، و 1 ضرب 1 يساوي 1، وهي نفسها تساوي 6. هذه مسألة ممتعة، لذلك دعونا نفكر بها. 4 تقسيم 2 على 3، لنرسم 4 صناديق هنا. سأبدأ بالرسم. لدي 1 هنا، 2، أظن أنني سأفصلهما عن بعضهما قليلا، 2، 3، 4. وهكذا يمكن أن نستعرض 4 تقسيم 2 على 3، وسأقسم هذه الأربعة صناديق إلى مجموعات مكونة من 2 على 3، وأقوم بإيجاد كم مجموعة سيتكون لدينا. هنا المجموعة الأولى التي تتكون من 2 على 3 من الصندوق بهذا الشكل، سيكون هذا 2 على 3 من الصندوق. الآن المجموعة الثانية ستحتوي على 2 على 3 من الصندوق، سوف أملك هنا ثلث من هذا وثلث من هذا الصندوق الآخر. المجموعة التالية ستتكون من 2 على 3 من الصندوق، ها هي 2 على 3، والمجموعة الأخرى أيضا ستحتوي على 2 على 3 من الصندوق هذا، والمجموعة التالية ستحتوي على ثلث من هذا الصندوق وثلث من الصندوق هذا بهذا الشكل، فيكون لدي 2 على 3، وبعد ذلك المجموعة الأخيرة التي تحتوي على 2 على 3. إذا كم مجموعة لدي أصبح؟ لدي 1، 2، 3، 4، 5، 6. إذا يمكن تقسيم 4 على 6 صناديق، كل واحد منها يحتوي على 2 على 3. إنها مسألة قسمة عادية، لكن من الصعب قليلا أن نقوم بتمثيلها لأننا نتعامل مع الكسور.